مرحبا، أنا خالد الأحمد. جاني سؤال على الفيسبوك إنه كيف ممكن حدا يشتغل في مجال الإعلام الاجتماعي؟ فمثلا في ناس لساتهم بالجامعة، راح يتخرجوا عن قريب بعد سنة أو سنتين، فحابين يدخلوا مجال الإعلام الاجتماعي، أو مثلا في ستات بيوت قاعدين بالبيت عندهم فكرة مثلا وحابين يروجوا لها على الإعلام الاجتماعي أو على الفيسبوك، أو في شخص في عمله مجال عمله حاب يغير مجال عمله كلية. ف اليوم حنحكي عنه كيف ممكن انه احنا ندخل في عالم الاعلام الاجتماعي كمجال عمل. اول اشي لازم نعرف باي نوع من الاعلام الاجتماعي لازم ندخل. اول نقطة اللي هي اهم اشي انه نعرف اي ناحية من الاعلام الاجتماعي ممكن ندخل فيه. فمثلا في عندك الاعلام الاجتماعي من ناحية SEO اللي هو Search Engine Optimization، عندك من ناحية مثلا Google Ads كيف تسوي اعلانات على شركة الجوجل، منصات الجوجل. بعدين عندك Community Management كيف تدير صفحات، عندك الكوبي رايت كيف انه تكتب محتوى جيد بطريقه فعاله متفاعله. كمان في ديزاينز ممكن يدخل بالتصاميم، انه يكون عندك شويه مهارات في التصميم وهذا ممكن يساعدك في اداره الصفحات وكيف انك تكتب محتوى بشكل جذاب. فلازم نعرف بالضبط اي تخصص بدنا ندخل. فبنحكي مثلا خلينا ندخل على انه كوميونيتي مانجمنت، فلازم ادير صفحه على الفيسبوك، ادير حساب على التويتر، الانستغرام، اعرف كيف اسوي الحساب السيتنجز الاعدادات بطريقه جيده بطريقه ممتازه تكون متكامله، اعرف كيف اجاوب الناس واخذ واعطي معهم، كيف اعمل تقارير عشان افرجي شغلي كان صح ام خطا. فهذه اول نقطه. ثاني نقطه اللي هي مهمه جدا نعرف ايش هي نقاط الضعف عندنا ونقاط القوه. فمثلا لازم الواحد يعرف انه مثلا انا شاطر في كتابة المحتوى بس مش شاطر بالتصاميم، او انا مثلا عندي نقاط قوة في الببليك سبيكينج في التحدث امام الجمهور. هاي كلها مهمة جدا. في نقطة تانية اللي هي الكونتينيوس إديوكيشن، لازم دائما اضلني اعلم حالي. الاعدادات والتحديثات في المنصات الاجتماعية في الفيسبوك في تويتر تتغير بشكل يومي، كل يوم بيطلعوا بتحديث جديد بدون اي انذار مسبق وبيحكوا لك انه احنا حولنا وغيرنا وسوينا، وسياساتهم بتتغير بشكل دائم. فلازم يكون عندي انا بنك المحتوى. بنك المحتوى اللي هو كونتنت بانك، انه ارصد اقوى المصادر في انتاج محتوى قيم جديد في مجال الاعلام الاجتماعي، فاعرف بالضبط ايش في شغلات نزلت جديده، ايش في قصص نجاح، قصص فشل، اتعلم منها واتجنبها. مهم جدا انه احنا نفرجي مهاراتنا للناس. فمثلا انا بالاعلام الاجتماعي في العالم الافتراضي ما راح اعرف انه الشخص هذا شاطر في الرسم، او الشخص هذا شاطر في الكتابه او بالتدريب، الا اذا فرجوا مهاراتهم من خلال مثلا مدونه او موقع لهم او على الفيسبوك او على تويتر او باليوتيوب. الترويج الذاتي وهي اهم نقطه، مهم جدا يكون عندنا ترويج ذاتي. فدائما الملف تبعنا البيوغرافي تبعنا يكون كامل متكامل على الفيسبوك على تويتر على اللينكد ان، في كل مكان صورتنا تكون نفس الصوره متواجده على كل حساباتنا. احنا ننشر محتوى قيم، محتوى في مجال عملنا، في او اعاده نشر مقالات مهمه في مجال عمل. اذا تقدر تفتح مدونه افتح مدونه، مهم جدا تكتب عليها، تكون يمكن تنزل تدوينة، ممكن تقرأ مثلا مقالات يومية ومن المقالات هذه تختار أفكار معينة تعلمتها وتنزلها في مدونة يومية. هاي بيكون نشاط رائع جدا وبتفيد الناس وبتفيد غيرك. كمان مهم انه نبني الكوميونتي تبعتنا على الاونلاين، انه نصير نتواصل مع الناس، نشوف مين ممكن يشاركنا نفس الافكار، مين ممكن يساعدنا، مين اشخاص لساتهم جداد ممكن احنا نساعدهم، مين اشخاص ممكن نتشارك معهم بفكره معينه. فالبناء الكوميونتي مهم جدا، كيف ممكن نساعد الناس هذه مهمه. دائما حاول انك تفيد غيرك قبل ما تطلب اي مساعده. مثلا نفس الشيء مثال بعطي على اللينكد ان، قبل ما تطلب ريكومنديشن سوي ريكومنديشنز للناس وهم اوتوماتيك اللي راح يعطوك ريكومنديشنز. انا لما بديت بالتدريب بالاعلام الاجتماعي ما كنت لسه واثق من المهارات عندي، فكنت اعطي دورات مجانيه. فبنصح الكل إذا عندك أي مهارات مثلا إدارة صفحات، تدريب إعلام اجتماعي، بالأول ابدأها بمجاني.
اعرض ان انا في عندي دوره فلانيه بالمكان الفلاني، نتكلم عن الترويج الذاتي او نتكلم عن التسويق من خلال المحتوى او نتكلم عن اداره صفحات الفيسبوك، حتكون عباره عن ساعه ساعتين وراح تكون مجانيه، الحضور عام ولكن لازم انك تسجل. فانا بنصح الكل انه يبدا بالاول يعطي دورات مجانيه على اساس هو يتعلم كيف الالقاء، يتعلم كيف يتعلم من اخطائه، وكل واحد ما بنضج الا لما يتعلم من اخطائه. شكرا. سكر. باي.